السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبائي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي. نكمل مع بعض دروس الفصل الدراسي الثاني والوحدة الثالثة، وحدة القياس، وهناخد مع بعض آخر درس في الوحدة النهاردة، هو إزاي أقدر أجيب محيط الدائرة أو حساب محيط الدائرة. محيط الدائرة أو محيط أي شكل هندسي يا ولاد، إحنا عارفين إن هو طول الخط الخارجي للشكل ده. محيط الدائرة بقدر أحسبه بالقانون باي في طول القطر. ايه باي دي يا ولاد؟ وممكن كمان تلاقيها في بعض الاسئله. طه او باي هي نسبه تقريبيه حددها لينا علماء الرياضيات، وهديها لك في المساله، بتساوي 3.14 او 22 على 7. طب ايه الفرق بينهم؟ مفيش فرق، الاثنين زي بعض. انا بقدر اعوض بيها في المساله، بس هي عمليه للتسهيلات الحسابيه. 3.14 او 22 على 7، وانا هديها لك في المساله بتاعتك. مثال كده بيقول لي دايرة طول قطرها 14 سنتي، احسب محيطها. بكتب القانون بتاعي باي في طول القطر، واخد بالي ان القانون بيقول لي طول القطر، يعني لو المسألة فيها نص القطر اجيب القطر الاول طوله بالكامل وبعد كده اعوض في القانون بتاعي. يبقى محيط الدايرة بيساوي باي في طول القطر، باي النسبة اللي احنا قلنا عليها وانا هديها لك في المسألة، 22 على 7 أو 3.14 في 14. طبعا هنا أسهل لك تستخدم 22 على 7 عشان الاختصارات. السبعة على أربعة، السبعة فيها الواحد على السبعة فيها الاثنين. 22 في 2 ب44 سنتي. أنا كده قدرت أجيب محيط الدايرة. خد بالك التمييز بيطلع بالسنتي، أنا هنا مش بحسب مساحة، أنا بحسب طول. المحيط هو طول الخط الخارجي لأي شكل هندسي، فطبعا المحيط هو الطول، يبقى الطول يتقاس بالسنتي بس. تعالى مع بعض نشوف تاني المثال ده. احسب محيط دايرة طول نص قطرها 14 سنتي. اخد بالي بقى هنا ان هو مديني المرة دي يا ولاد نص القطر، فانا محتاج احسب القطر الاول وبعدين اشتغل على القانون بتاعي. وخد بالك انا مدياك النسبة التقريبية باي او تا في 22 على 7. الاول احسب طول القطر، 14 زائد 14 يعني 28، او 14 في 2 28 سنتي. عوضت القانون بتاعي اللي بيقول لي باي في طول القطر، يبقى 22 على 7 في 28. 22 على 7 هو مديها لي في المسألة، 28 ده طول القطر اللي أنا حسبته. طبعا أنا مش بشتغل على نص القطر لأن القانون بيقول لي طول القطر. يبقى 22 على 7 في 28 يديني 88 سنتي. ناخد بالنا تاني إن تمييز المحيط بالسنتي بس مش بالسنتي المربع لأن ده طول. مثال كمان، احسب محيط دايرة قطرها 10 سنتي. انا متعود يديني القطر او نص القطر ويطلب مني المحيط. المره دي هو حسب لي، هو مديني القطر بتاعي وعايز مني ايه؟ احسب المحيط. احسب محيط دائره قطرها 10 سنتي. طبعا هنا خلاص هو مديني القطر على طول، انا هعمل ايه بقى؟ باي في طول القطر. يبقى باي هنا هو مديها لي 3.14 اضربها في 10 اللي هي طول القطر، ومديني القطر بالكامل. طبعا العلامة هتتحرك جهة اليمين، رقم واحد، يبقى 31.4 ايه يا ولاد؟ سنتي. اوجد نص قطر دائرة محيطها 88 سنتي. هنا بقى المطلوب اختلف، دايما بيديني القطر او نص القطر واحسب انا المحيط، هنا مديني المحيط وعايز بقى نص القطر. في كل الاحوال انا بكتب القانون بتاعي اللي هو بيقول ان محيط الدائرة بيساوي باي في طول القطر. بكتب بعوض عن كل حاجة هو مديهالي في المسألة. محيط الدايرة هو قايل لي انه 88 سنتي، وباي هو مديهالي 22 على 7. انا بقى عايز طول القطر عشان منه اقدر اجيب نص القطر اللي هو طالبه. طول القطر كده هيبقى بيساوي ايه؟ 88 تمام في 7 على 22. انا بقلب الكسر لان دي عملية قسمه كده، انا بقسم 88 على 22 على 7. طبعا على 22 فيها الواحد، على 22 فيها الأربعة، 4 في 7 28 سنتي. قدرت أجيب طول القطر كله 28 سنتي، اللي مطلوب هنا نص القطر مش طول القطر. فهقسم 28 على 2 تطلع 14 سنتي، وده طول، فتمييزه بالسنتي. خلص درسنا النهاردة، في انتظاركم الدرس القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.